ممثلة عن المكون الأيزيدي، حضرت الناشطة الموصلية ليمان الأيزيدية لحشد بيانات استنكار مرجعي من النجف الأشرف ضد القصف التركي على الأراضي العراقية، إضافة لمناقشة ملف المختطفين إبان داعش والمقابر الجماعية. فإحنا نطالب من الجهات المعنية ونطالب من أهلنا النجف وأهلنا الجنوب بصورة خاصة أنه استنكار والوقفة مع الأخوان هم الأيزيديين بخصوص قصف التركي على مناطقنا. ونقطة ثانية بخصوص المختطفات والمختطفين، أكثر من 3000 مجهول مسيرهم لحد الآن، ونطالب من الحشد الشعبي والقوات الأمنية بتحرير المختطفات والمختطفين بأسرع وقت. والنقطة الثالثة المهمة جدا هو بافتتاح المقابر الجماعية التي 2014 89 مقابر جماعية وغير فردية في سنجار. استهلت الناشطة في زيارتها للنجف مكتب المرجع الديني الشيخ فاضل البديري الذي عبر عن تضامنه مع المكون الأيزيدي. نحن استمعنا إلى مطالب الأيزيديين ووجدناها مطالب يسيرة سهلة يمكن تحقيقها بسهولة على الحكومة العراقية وعلى الحشد الشعبي المظفر، وهي تتلخص في إعادة النازحين إلى مناطقهم، كشف ملابسات المختطفات وإرجاعهن إلى أهلهن، رفع مذكرات شجب واستنكار ضد القصف التركي الذي ربما يجتاح هذه المناطق بين فترة وأخرى، الاهتمام بهذه المناطق، كشف المقابر الجماعية التي موجودة فيهم، عدم تهميشهم، تمثيلهم في البرلمان العراقي تمثيل موفق وتمثيل جيد وحقيقي يعمل على إعادة الأمن والطمأنينة لهم. بعد ذلك حلت ضيفا على مكتب المرجع الشيخ قاسم الطائي الذي تحدث عن أهمية هذه المطالب ومشروعيتها. طبيعة الخطاب هو حث الحكومة العراقية وتنبيهها على على تحمل مسؤولياتها التي التزمت بها عندما أقسمت على مراعاة مصالح الشعب العراقي بكله من شماله إلى جنوبه. الاعتداء التركي خوب مرفوض كما قلت قبل قليل، باعتبار الاعتداء يدخل في عنوان الظلم، والظلم مستقبح شرعا وعرفا وعقلا لا يمكن أن يقبل. ولهذا إذا تسأل أي واحد في شرق الأرض وغربها يقول لك الظلم مرفوض. من داخل المدينة القديمة في النجف الأشرف، منتظر الشريفي، قناة العراقية الإخبارية.